بالوقت جمعتكم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام في خير يوم طلعت عليه الشمس. أسأل الله تبارك وتعالى العظيم في هذا اليوم العظيم ببركة قرآنه العظيم وبحرمة نبيه العظيم أن يمن عليكم بالسعادة والرضا. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اجعل لنا وللناس جميعا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا، ومن كل داء شفاء يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب ثبت قلوبنا على دينك، يا مولانا يا إلهنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وآل بيته وأوليائك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. يسعدني أحباب رسول الله أن أكون معكم في هذه الدقائق المباركة من هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، من الآن وعلى مدار قرابة الساعتين بمشيئة الله تبارك وتعالى في رحاب كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأزداد سعادة وشرفا وكرما بتواصل حضراتكم معنا في البرنامج في خير الكلام على نجوم اف ام من خلال الرقم 38 35 022 38 35 022. واهالينا واحبابنا احباب سيدنا النبي المقيمين خارج القاهرة ما ينسوش مفتاح القاهرة، يبقى 02 وبعدين 38 35 022. زي ما تعودنا يا حضرات بين الحين والآخر وأنا بتكلم مع حضراتكم في أي فرع من فروع الثقافة الإسلامية، بتكلم في عقيدة، بتكلم في شريعة، بتكلم في أخلاق، في السيرة النبوية، في آيات قرآنية، في أحاديث نبوية، بين الحين والآخر أجد لزاما علي أن أذكر نفسي وأذكر حضراتكم بأمر خطير جدا. إي والله ده حضرتك هو سر السعادة. عارف تروح تحط راسك على المخدة وتنام وانت مطمن، عارف تحس بأنس والله، وتحس بطمأنينة، وتحس انه ما يتخافش عليك، وتلاقي نفسك كده الخيرات والبركات والنفحات بتجيلك. يا سلام، كل ده والله ما ننساش. وبذكر، وانا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني وهقوله تالت وعاشر وعشرين، وبين الحين والآخر كل شوية هتلاقوني اشرق واغرب، اروح شمال وارجع لنفس النقطة، واكدت عليها الجمعة الماضية. سر الوصول الى الجناب العالي حب النبي محمد والآله.
لاقي دلوقتي في هذه الفترة يا حضرات يؤسفني ان اقول لكم لا عارف اوريدي عارف بطبيعة الحال عارف واللي مش عارف اهو هيعرف دلوقتي. يؤسفني اقول لكم انه في ناس دلوقتي ما تعرفش الناس دي متفقة مع بعضيها، الناس دي حد مأجرها، الناس دي دماغتها ضربت في هجوم شرس على سنة رسول الله، على السنة النبوية الشريفة الميمونة المطهرة المباركة. وكل هم ما بنلاقي كده والله لا يزيدون كلامهم، الناس اللي بتهاجم السنة أو بتتهكم على كلام رسول الله أو كده لا يزيدون إلا محبة في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقول لهم أي حد، نقول للقاصي والداني اللي جوه مصر واللي بره مصر في أي مكان، أنا معرفش في جوه ولا لأ، بقول لهم قل موتوا بغيظكم، بقول لهم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اه والله يعني هيعمل ايه يعني؟ تخيل لو جت نص الكرة الارضية جالك مثلا 4 مليار نسمة وقال لك ايه احنا مش هنطلع الشمس النهاردة، ازاي هتعملوا ايه يعني؟ احنا هنحجب اشعة الشمس، اعملوها ازاي دي يعني؟ ولا حد يقدر. اذا كان هناك احد يستطيع ان يحجب اشعة الشمس، لا فيش، في حد يقدر يحجب اشعة الشمس؟ في حد يقدر يحجب عنا نور القمر؟ وبالتالي السراج المنير يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تخيل أحمق إنه يقدر يحجب أشعة الشمس يبقى ممكن يتخيل إنه يقدر يحجب نور السراج المنير اللي يصل إلينا، والله ما يقدر. أنا بس حبيت أطيب خاطركم مستمعين الكرام عشان أنا عرفت وعارف إن في كثير من أهلنا بينزعجوا ومنزعجين لما بيلاقوا تطاول على سنة رسول الله، ولا حد يطلع يعمل نفسه شيخ هنا أو هناك وبعدين يقولك لا حدش يقول لي السنة، حدش يقول لي قال رسول، حدش يقول لي حديث، هات لي آية في القرآن. طبعا احنا كمصريين، مش بس كمصريين والله، احنا كمسلمين بنغار قوي على سيدنا النبي وكلام سيدنا النبي ومنهج سيدنا النبي، وكلنا بنرفع شعار نحن فداؤك يا رسول الله، مش كده؟ وعارفين كل عمل بين الرد والقبول الا الصلاة على الرسول، وعارفين ان احنا رايحين يوم القيامة، ان كنا هنروح يوم القيامة مطمئنين فاحنا مطمئنين في المقام الاول لاننا بنحب سيدنا النبي. احنا رايحين يوم القيامة، انا بقول لكم عن نفسي، انا رايح يوم القيامة مليان عشم، عشم في سيدنا النبي، رايح لربنا اقول له انا بحبك يا رب وبحب حبيبك النبي. واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له متى الساعة؟ قال له وما اعددت لها؟ انت بتسأل عن يوم القيامة، جهزت ايه ليوم القيامة؟ قال انا ما اعددت كثير صيام ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. يعني رجل بيقول للنبي إيه، أنا ما عنديش نوافل كتير اللي هي الزيادات، يعني هو بيصلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء بيأدي الفرائض، إنما سنن كتير ما تلاقيش عنده، بس في حاجة تانية عنده، إيه هي؟ قال له غير أني أحب الله ورسوله. كان رد سيدنا النبي اللي ملانا أمل وتفاؤل وطمأنينة إنه المرء مع من أحب، اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته ونحب أولياءك الصالحين، فاللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين أحينا ما أبقيتنا في هذه الدنيا على سنة نبينا، يا رب أحينا على سنة نبينا، يا رب أحينا على سنة نبينا وتوفنا على ملة نبينا، واجمع بيننا وبين نبينا كما أمن به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبين نبينا حتى تدخلنا مدخلة بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. فبنقول أول حاجة وأهم حاجة وأقوى حاجة سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل،
وبنوجه رسالة للذين ينكرون السنة أو يتهكمون على كلام رسول الله أو يعترضون على منهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بنقول لهم والله لن يزيدكم هذا الهراء إلا بعدا عن منهج رسول الله، ده هيزيد، ولن يزيدنا هراءكم احنا عندنا العامية المصرية بنقول عليه بيهرتل، الهرتلة بتاعتهم دي، لن تزيدنا إلا قربا ومحبة واتباعا واقتداء لرسول الله. اللهم صل على سيدنا النبي. شوف ازاي. حبيت اذكر حضراتكم النهاردة ان احنا في خمس حاجات لازم كل شوية بنأكد عليهم عشان نبقى فعلا بنحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف ازاي انك بتحب النبي، ها؟ وتعرف ازاي انه المحبة اللي في قلبك صادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خمس حاجات لو انت حريص عليهم وبتعملهم، وزي ما بنعمل كده مع فارق التشبيه طبعا، كل يوم وانت خارج بتشيك على عربيتك، الاطارات مظبوطة، المية في الرادياتير مظبوطة، المؤشر البنزين، في بنزين في العربية، الزيت، مش انت عندك شاشة كده دلوقتي، العربيات معظمها بقت بالكمبيوتر دلوقتي، بتشيك على كل حاجة قبل ما تتحرك وبتطمن على كل حاجة، صح ولا لا؟ لازم كل شوية حضرات كل شوية تطمنوا وتراجعوا محبتكم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل شوية تجددوا البيعة لسيدنا النبي. أنا أتعجب الناس اللي أنكرت السنة دي. ومرة ربنا بقول للنبي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أنت هنبايع النبي على إيه يعني؟ طب وأطيعوا الرسول، طب أنطيع الرسول في إيه؟ اللهم صل على سيدنا النبي، ده له طاعة مطلقة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فمش عايز حضراتكم تنزعجوا من كلام هؤلاء الناس، ما لا تلتفتوا لهم. ولو لقيت وانت بتقلب على صفحات الانترنت مثل هؤلاء الحمقى، وده حمق على فكرة وجهل، اوعى تتفرج على الفيديو، تلاقي واحد بقى جاي ينكر لك حاجات بقى. يا راجل انا عايز افاجئكم، انتوا ما تعرفوا عارفين الصلاة الخمس؟ طلع واحد بيقول انها مش خمسة. شوف احنا وصلنا لحد فين، طلعت كام؟ ده جالكوا تخفيض، ده عملها لكم اتنين بس بجد. تخيلوا المدينة المنورة مسجد رسول الله له 14 قرن بيعلن فيه الاذان خمس مرات في اليوم، لا طلع الجهبز يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها صلوات خمس، ده هم اتنين بس الصبح وبالليل، بس كده العشية بالليل والصبح، ما هو دي الصلاة بس. فالكلام ده لما تشوفوه لا تلتفتوا، او تسمعوه لا تلتفتوا ليه، دي حاجة. الحاجة التانية زي ما بنقول احنا محتاجين نجدد بيعتنا لسيدنا النبي كل شوية بين الحين والاخر. يعني لو استطعت ان انا اقول نفس الكلام ده الجمعة الجاية هقول، والجمعة اللي بعدها اقول، احنا ما عندنا شغلة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ده هو ده كارت العبور بتاعنا. والله بقول لحضراتكم باختصار شديد، احنا رايحين لربنا يوم القيامة بعشمنا في ربنا، ان احنا بنقول له احنا بنحبك وبنحب حبيبك النبي، تجاوز عن تقصيرنا، احنا غلطنا يا رب، احنا مقصرين يا رب، احنا مذنبين يا رب، يعني عاملنا على تقصيرنا بالعفو، وذنوبنا قابلها بالمغفرة، وبخلنا قبله بكرمك يا رب. احنا ملناش الا ربنا سبحانه وتعالى. عشان تجدد البيعة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتجدد محبتك لرسول الله، لازم تشيك على خمس نقط كل شوية بين النقطة دي، انا شغال فيها صح، يبقى انا بحب النبي، النقطة التانية فيها كويس، يبقى انا بحب سيدنا النبي، النقطة التالتة لا شوية نص نص، لا لازم تعملها عشان تبقى تحب سيدنا النبي. هم خمس نقط، مش هطول على حضراتكم واقولهم لكم، بس خلونا ناخد اول اتصال معانا. السلام عليكم. الو
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا ومرحبا. ازي حضرتك؟ الله يكبر خاطرك يا رب. تفضل. سعيدة اوي والله ان انا اتواصل. يسعدك يا رب دنيا واخرة حضرتك والمستمعين الاكارم. الله يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. انا ليا سؤال في الصلاة قيام الليل. ايوه. هو انا لازم اصلي 11 ركعة ولا على قدر ما استطعت؟ على قدر ما استطعت. طيب دي حاجة. الحاجة التانية عايزاك تقولي على دعوة كده معينة للي ظلمني. يعني قولي حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم. يعني بتعملي توكيل وتفويض لربنا بس، نعمل وربنا هيجيب لك حقك وانت قاعدة في بيتك يا رب. اللهم امين يا رب. ماشي، ربنا يرد لك ما ظلمتك يا رب. شكرا. يا ريت تعلمنا أذكار كتير يا دكتور. نعم يا هنم. أذكار كتير عايزة أعرفها يعني من حضرتك. أذكار ولا أفكار؟ أذكار. أو كتيرة أذكار. أو حاضر يا هانم. شكرا. شكرا لك. شكرا. الله يكرم. في كتاب يا حضرات اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب جميل قوي، يعني نقل إلينا هذا الكتاب، نقل جانبا من هدي رسول الله. كان بيدعي عند المطر يقول ايه، عند هبوب الرياح لما الريح تأتي كده يقول ايه، في الصباح في المساء في دخول المنزل في الخروج منه، دخول الجامع الخروج منه، الاذكار اللي هي الاذكار المخصوصة باوقات مخصوصة وهيئات واحوال معينة. الكتاب جميل قوي يعني، وفي كتاب اسمه الاذكار. الكتب دي موجودة دلوقتي كمان على الانترنت، انت لو كتبته هيطلع لك يعني، عارف، يبقى تقرأه اونلاين ممكن كمان. الحاجات دي جميلة جدا. تعالوا نشوف بس الخمس نقط اللي بيهم بنشيك ها على محبتنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عارف بين الحين والاخر كده اهالينا يقولك انا رايح اعمل تحليل دم، تقول له ليه؟ بيقولك تشيك اب. تشيك اب بيشوف الدنيا، بيشوف بقى وظائف الكلى اخبارها ايه، بيشوف الكوليسترول في الدم الدنيا شكلها ايه، صح ولا لا؟ مش بيعملوا الحاجات ديت من الدم، ناخد عينة الدم من قيس. احنا كل شوية بين الحين والاخر، ما تسيبوش نفسكوا كده يا حضرات، لازم تشيك على نفسك، لازم تشيك على قلبك، لازم تشيك على جوارحك ومشاعرك، لانه القلوب اذا كلت عميت، زي الهدوم اللي احنا بنلبسها كل شوية لو في بقعة بنزل. تخيل بقى لو واحد جت بقعة على ملابسي وسابها، وجت بقعة تانية وسابها، وجت بقعة تالتة وسابها، دي ايه ده؟ الملابس هتتسخ بطريقة غريبة جدا. فبين الحين والاخر لازم نعمل الموضوع ده. تقدر بقى تقول تطهير النفس ماشي، تزكية الروح ماشي، تجديد البيعة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لانه هو ده اقصر طريق حيوصلك واسهل طريق واسرع طريق. بقول لحضرتك وطريق مضمون. الراجل قال له انا ما اعددت للساعة ليوم القيامة يعني كثير صيام ولا صلاة غير اني احب الله ورسوله، فالنبي قال له مبروك يعني الف بركة. انت مع من احببت. بمناسبة مبروك، واحد صاحبي حبيبي بعت لي من يومين، اصلا دايما اقول له ما تقولوش مبروك قولوا مبارك. فقال لي يا شيخ ولو سمحت ابعت لي الرد فويس مسج، يعني ابعته لي رسالة صوتية بلاش رسالة كتابية. قلت له حاضر. فبعت له بص يا حضرات، انت لما واحد بيجي يتجوز، لما بنروح فرح بنلاقي حد بيتجوز بنقول ايه؟ بارك الله لكما، صح؟ بارك ده فعل ايه؟ كم حرف طيب؟ ثلاثي ولا رباعي؟ ب به ألف أدي حرفين، والراء والكاف يبقى كده أربعة. حلو قوي. اسم المفعول بتاعه يبقى مبارك. بارك رمضان للعروسين، يبارك رمضان للعروسين. يجي بقى اسم المفعول تبقى مبارك، ورمضان يبقى مبارك. احنا اللي بندعي بالبركة، اللي بيدعي بالبركة اسمه مبارك، واللي بندعي لهم بالبركة يبقى اسمه مبارك. يبقى لما اجي هني حد اقول له مبارك يعني انا ابارك لك،
أنا المبارك وأنت المبارك. زي ما تروح السجل المدني تطلع مستخرج، يبقى أنت المستخرج، أنت اللي بتستخرج الورقة دي والحاجة اسمها مستخرج. ده الفرق ما بين اسم الفاعل واسم المفعول. حلو قوي. فإحنا لما بنيجي نبارك لحد نقول له مبارك، جاية من فعل بارك. في فعل تاني بقى اسمه بركة، ده ثلاثي بقى. أي فعل، الفعل الثلاثي يا حضرات اسم المفعول بتاعه بيجي على وزن مفعول، فبركة ب به ر كاف، يبقى اسم المفعول بتاعها مبروك. بركة من بركة، بركة الجمل. تقول الواحد مبروك من برك، حاجة بركت عليه يعني. كأنك بتقول له البعيد يعني، حد مش معانا يعني، مش حد اي حاجة يعني، كأنك بتقول له إلهي يبرك عليك جمل. لا مش يعني، ده لغويا احنا بنتكلم من حيث اللغة. الا انه اي حد قال لحد مبروك بنية انه بيبارك له ويدعي له، خلاص ما فيش مشكلة. يا نهار ابيض، احنا يا ما قلنا البعض مبروك يا عم، ما فيش مشكلة، وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. بس فيما بعد ديك عرفت ايه الفرق ما بين مبارك ها ومبروك. نرجع مرجعنا واحنا بنتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وانه انت بين الحين والاخر لازم لازم وحتما ولابد تراجع بنود المحبة لسيدنا النبي. قلنا هم خمس حاجات يا حضرات عشان ما تتهوش مني: الاقتداء، والشوق الى اللقاء، وكثرة ذكره، ومحبة ما كان يحب، ونكره ما كان يكره. كده انت كده بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. تاني الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. شفت ازاي؟ ايه الاقتداء؟ باي حاجة بتقتدي برسول الله. صلوا كما رأيتموني يصلي، بس صلي زي ما النبي بيصلي. خذوا عني مناسككم، بحج واعتمر زي ما النبي عمل، طاف سبعا اطوف سبعا، صلى ركعتين سنة طاف بصلي ركعتين سنة، قبل الحجر بقبل. ليه بتقبلوا الحجر كده؟ ليه كده؟ النبي قبله. هتعملوا ايه بتقبله؟ ملكش دعوة. بيفيدك بحاجة؟ ملكش دعوة. هعتبر ما بيفيدنيش خالص، انا بس بعمل زي ما النبي عمل. يا جماعة طب فين عقلك؟ لو سمحت انا ركنته على جنب، انا بقولها على الهواء، بأعلنها على الهواء. انا واحد يقول لك انا بأعوذ بالله من كلمة انا. لا انا دي بنسميها انا التعريفية. اي حاجة مع سيدنا النبي انا ركنت عقلي على جنب، انا بتبسط قوي قوي وانا ركن عقلي، اغمض عيني وامشي ورا سيدنا النبي، ببقى في غاية الاستمتاع. في واحد شايف غير كده؟ هو حر. احنا بنتكلم عنا احنا احباب سيدنا النبي، احنا بنتكلم عن الناس المحبة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الوسطاء يمتنعون. انا بخاطب دلوقتي من خلال هذه الاذاعة، من خلال هذا البرنامج خير الكلام على نجوم اف، بخاطب الناس اللي بتحب سيدنا النبي، اللي مش تبع النبي ده والله ما احنا هندوس لك على طرف يا عم الحاج، لو سمحت تركن على جنب. يبقى اول حاجة الاقتداء، نيجي اي حاجة نقول لك تقول لا استنى، انا اقتدي برسول الله، اللي النبي يقوله هنفذه على رقبتي، اللي النبي عمله هعمل زيه، مسح على الخفين همسح زيه، قصر الصلاة وهو مسافر حقصر زيه، وهو مسافر افطر لانه قال ليس من البر الصوم في السفر، خلاص انا مش واذا كنت متعود اصوم اثنين وخميس انا مسافر لا مش هصوم. ليه؟ محبة، اقتداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الاقتداء يبقى اول حاجة، لازم كل شوية تشيك على الموضوع، على النقطة دي، انت بتقتدي بالنبي ولا بتقتدي بدماغك ولا بمزاجك ولا بهواك. احيانا حد من حبايبنا يكلمني يسألني سؤال يقعد يجادل فيا يجادل فيا، فاقول له يا اخي طب يا اختي، هو حضرتك بتتصل بي عشان تقولي لي وجهة نظرك، ولا عايزة تسمعي يعني رأي الدين والفقه ايه في المسألة؟ اصلا عايزة تقولي وجهة نظر خلاص قوليها، انا هسمع والسلام عليكم. وعليكم السلام. انت عايزة تعرفي الدين بيقول ايه ولا عايزة تقولي وجهة نظرك؟ يبقى رقم واحد نركز في محبتنا لسيدنا النبي، عايز تثبت لنفسك انك بتحب سيدنا النبي، رقم واحد الاقتداء. اتنين والشوق الى اللقاء، دي درجة بقى عالية شوية. بص
انا دلوقتي طلعت في نجوم اف ام بقدم خير الكلام، ببقى كاني النبي قاعد قدامي ونفسي اشوفه وبيقيم العمل اللي انا بعمله وبيقول لي انت بتتقي الله في شغلك ولا لا، انت بتقول للناس كلمة صادقة ولا لا، انت مخلص في العرض ولا لا، انت اوعى يكون لك مقارب اخرى في الكلام ده انت بتقوله علشان الناس تسقف لك ولا بتقوله لوجه الله. ودايما عندي شوق ان انا اشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عندي شوق ازوره واشوفه في المنام، وعلى امل ان انا هشوفه النهاردة بالليل وبكرة ومستنيه. وتفضل عايش انت بالامل ده، الشوق الى اللقاء لحد ما نلقاه عند الحوض. شوف ازاي ان نروح للدار الاخرة ونشوف سيدنا النبي، يبقى الاقتداء والشوق الى اللقاء. ثلاثة، كثرة ذكره. شفت عارفين يا جماعة اللي بيحب حد دايما يقعد يتكلم عنه، اقعدوا كلموا الناس عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما تكلم حد في اي موضوع وانت بتشرح لابنك مسألة في الكيمياء، بص يا ابني صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، احنا عندنا الكربون بالصلاة على سيدنا النبي كده اللهم صلي عليه زائد اكسجين يدينا ايه بقى بالصلاة على النبي؟ يدينا كربون دايوكسيد. يعني بص يا حبيبي باللغة العربية، الكربون ده مع الاكسجين لما يدخلوا مع بعض كده دي معادلة كيميائية، يدونا بالصلاة على سيدنا النبي كده ثاني اكسيد الكربون. شوف انا بشرح له كيمياء اهو وعمال اقول سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي يا رب. وماشي انت في الشارع حد بيسألك سؤال هو منين هو منين يودي على فين؟ تعرف احنا المصريين ما شاء الله، يعني لاشقائنا اللي برا مصر لمن لا يعلم المصريين عندهم خفة ظل كده وبتاع، حتى في عز المحن والشدائد نقعد نطلع فكاهات كده وبتاع. فبقول له ومنين يودي على فين؟ قال له أوتوبيس 6 يودي كل حتة. فأنت ماشي في الشارع بيسألك على عنوان، والله أنا عايز أطلع طريق المطار. بص يا سيدي صلي على سيدنا النبي اللهم صلي عليه، أنت هتمشي كده على طول في الشارع اللي أنت ماشي فيه، مع اول يمين بالصلاة على سيدنا النبي تفوته، بعد كده اللهم صل على سيدنا النبي هيقابلك دوران عديه هو كمان، تنيك ماشي كده يا حبيبي بالصلاة على سيدنا النبي قيمة حوالي 3 كيلو، بعدها بقى بالصلاة على رسول الله هتلاقي الطريق الفلاني، بعدها كده نحس ان انت دايما وانت بتكلمنا قد ايه انت بتحب سيدنا النبي عليه الصلاة. كثرة ذكره في الراحة والجاية سيدنا النبي، في الطلعة والناس ده بتكلم عن سيدنا النبي، بتشرق وتغرب بتقول لنا سيدنا النبي اللهم صل على سيدنا النبي. شوف ازاي انا ما خبيش عليكم، انت عارفين الموبايلات بتاعتنا بقى عليها شو نغمات وحاجات زي كده، يعني كيف عندي انا موبايل لما بيرن دايما كده، موبايل لما بيرن ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انا كمان باخدها بنيه ايه؟ ان انا في اي مكان حتى موبايلي كده كانه بيديني منبه يقول لي صلي على النبي الله. على فكره ده عملوا برنامج تطبيق بيتحط على الموبايلات صلي على رسول الله اللهم صلي على رسول، جميله جدا كثره ذكره دايما. ابقى مثلا بره ايام ما كان في بره، يعني احنا دلوقتي من ايام الكورونا الدنيا قافله شويه ودوله اجنبيه وبتاع، وموبايل في عز بقى ما بقى في قلب الاجانب كده موبايلي بيصلي على سيدنا النبي، يا سلام يا بحس بانشراح الصدر كده فعلا والله، تنشرح الصدور بالصلاه على الرسول اللهم صل على سيدنا النبي. يلا يبقى قلنا محبه سيدنا النبي في 5 حاجات لازم تاكد عليهم كل شويه. رقم 1 ها يلا ساعدوني، الاقتداء بالصلاة على سيدنا النبي، الاقتداء يلا. رقم 2 الشوق الى اللقاء، دايما عندك شوق مستني اليوم ده مستني اليوم ده عايز تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، بتبص لكل حاجة اي حاجة حواليك بتشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بتيجي تدخل على ابوك امك بتتخيل سيدنا النبي لو دخل على ابوه كان يعمل ايه، برحمك بتتخيل سيدنا النبي كان ازاي عليه الصلاة والسلام. يبقى الاقتداء والشوق الى اللقاء.
ثلاثة كثرة ذكره، دايما تكلمنا عن سيدنا النبي. أربعة محبة ما كان يحب، بتحب كل حاجة بيحبها النبي. كان يحب ينام على جنبه اليمين، بتبدأ تنام على جنبك اليمين. كان يحب يأكل بيمينه ويشرب بيمينه عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي، وكان يحب يخدم الناس، وكان يحب الحياء والستر، وكان يحب العفو، وكان يحب حاجات بيحبها النبي. لازم انت كمان تحبها. ايه لازم؟ لازم. مش انت بتقول انا بحبه؟ مش انت بتقول انا بحبه؟ ده احنا وصلنا لدرجة دلوقتي بيجي الخطيب، هو خاطب بقى ورايح يتجوز، عايز يثبت لخطيبته انه بيحبها، فهي لابسة فستان بيج، يروح يلبس كرافات بيج، لابسة فستان بينج يروح يلبس كرافات بينج، بقوا يعملوها كده ماتش مع، يعني عارف انت ايه، بما انهم كابلز مع بعض يعني كده، كل اتنين متجوزين مع بعض كده، كأنه بيعبر بيقول انا بحبك قوي يعني. شفت؟ بيجي يقول لها انت بتحب ايه، تقول له انا بحب السي فود، المأكولات البحرية، يقول لها وانا كمان، ده انا بعشقها، ده انا روحي في المأكولات البحرية. يا سلام. تقول لا اصلا ماليش بقى البروتين الحيواني والحاجات دي، لا 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 بقى. يقول لها ومين سمعك على قولك يعني، وانا كمان. يا سلام، عشان ما حبوبته يعني. احنا بقى بنحب اي حاجة بحبها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اخر حاجة بنكره اللي كان بيكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. اي حاجة النبي بيكرهها احنا بنكرهها. كان يكره النوم قبل العشاء، ما كانش ينام قبل العشاء. طبعا احنا بنتكلم في الظروف العامة. طب واحد عنده ظروف استثنائية بينام، واحد مريض بينام، يعني عشان ما عايز يقول لي ايه يعني انا، لا لا. المهم اجتهدوا في محبتكم لرسول الله. خلونا يلا نستسمع حضراتكم، هنطلع لفاصل عشان ما تتهوش، وتذكروا الخمسة اللي احنا قلناهم وتكتبوهم قدامكم، وكل يوم الصبح كده وانت هتبدأ يومك راجع الخمسة دول اللي بتثبت بالخمسة انك بتحب سيدنا النبي: الاقتداء، والشوق الى اللقاء، وكثرة ذكره، ومحبة ما كان يحب، وان تكره ما كان يكره. اللهم صل على سيدنا النبي. ألتقي بحضراتكم بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله تبارك وتعالى. ابقوا معنا، أكرمكم الله. أنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. سيدنا محمد وآله. مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وآل بيته وأوليائك الصالحين، بتدلل على محبتك، على محبتك لرسول الله، وحضرتك بتدللي على محبتك لرسول الله بخمس أمور: الاقتداء، والشوق إلى اللقاء، وكثرة ذكره، اللهم صل عليه، محبة ما كان يحب صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكره ما كان يكره صلوات ربي وسلامه عليه. ناخذ معنا اتصال. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا، اتفضلي يا اختي. شيخ رمضان، انا سني 25 سنه، انا دلوقتي بشتغل ومقصره في شغلي جدا. من ناحيه اهلي انا بطيع اهلي جدا، ولكن دايما حاسه ان انا مقصره في حاجه معينه. انا تعرفت على شخص من سنه تقريبا، وعرفني باهله كده على ان احنا هنتخطب. كويس. طلع في مده 6 شهور، وبعد فتره اتغير معايا جدا، وهو اللي بيقول لاهله ان انا مش عايزه ارتبط دلوقتي كده. عملت معاه محاولات كتير جدا ان انا افضل معاه، وقدمت له حاجات كتير جدا كويسه، وطبعا هو رفض. فخرجت من الموضوع دوت، يعني تعبت جدا، وفضلت تقريبا سنه تعبانه بعدها، مأثر على شغلي وعلى علاقتي باهلي واصحابي. بعد الفتره دي بقيت ان انا اتجه لربنا اكتر عشان انساه. وبعدها بعد سنه من معرفته، لما رجعت للشغل تاني نجاح وكده، وقابلت واحد تاني اتعرفت عليه برضو، بس 6 ايام كده بس، لقيت نفسي ان انا قلبي برضو متعلق بيه، وابتدينا ان احنا نتكلم. بعدها بيومين خرجنا مع بعض مرتين تقريبا، يعني نتقابل وخلاص بقى هنتفق ان احنا نتخطب وكده. بعدها بيومين لقيته بيقول لي احنا اخوات، وان انا مرتبط بواحده تانية. طبعا انا حاسه ان انا كل شويه بصدم في حد، بعد ما يعني بحس ان هو ده الشخص اللي انا هرتبط بيه. ده فيكسين ده يا اختي، ده انت بتاخدي مناعه زي التطعيمات كده. انا بلاقي نفسي قلبي بيتعلق. بصي 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 يا بنت الحلال، صلي على النبي، قولي اللهم صل على سيدنا النبي وآله. انا دايما اقول لبناتنا ويا بناتنا،
يعني ربنا يكرمكم يا رب ويسعدكم. هيطلع واحد دلوقتي يقول لي لا يكرمكن. واسال الله ان يسعدكن. ماشي يا عم الحاج، انا عارف نون النسوه، واخد بالي من الجزئيه دي. يا بنات ربنا يكرمكم يا رب ويسعدكم بجاه الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. يا بناتنا القلب ده اخطر مضغه في الجسد كله. معايا يا بنتي ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. ايوه، اخطر مضغه في الجسد كله. القلوب بيد علام الغيوب، القلوب بيد ربنا، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. انا نفسي ما اقدرش اعمل فيها حاجه. انا على فكره انا ما اقدرش اتعامل مع قلب، ما اقدرش اعمل في قلب، احط ايدي في قلب اطلع حد او ادخل حد. طب اعمل ايه؟ فبقول لبناتنا قلبك الباب مقفول، اوعي تفتحي الباب الا لمن يستحق. لانك لو فتحت الباب ودخل فار جوه مش عارف اطلعه، انا مش عارف اطلعه، وساعتها بناتنا بيعيطوا ويبكوا بقى وتقول لك انا متدمره نفسيا، انا اتجرحت وجرح القلوب وملوش علاج وملوش اطباء والكلام ده كله اللي حضراتكم عارفينه. يا بنت الناس ما تفتحيش قلبك الا لحد يستاهل. طب ازاي نعرف ازاي؟ اولا يعني مش هتلاقي احن ولا ارحم بيكي من والديك. فاحنا دايما نقول لبناتنا كده، بص يا بنت الناس، انت رحت الجامعه او رحت اشتغلتي فقابلتي حد زميلك فحسيت ان وتر قلبك بيهتز، تعالي بسرعه يا بابا، يا بابا انا قلبي اهتز تجاه فلان، واحنا لسه انت كانه بيخبط على الباب احنا ما فتحناش. نيجي احنا بقى ايوه نعرف الشخص دوت، نشوفه نتكلم معاه. جيت انا اخوك الكبير او والدك قلت لك لا الولد ده لعبي، لا الولد ده مش رزين كده. المشكله يا شيخ ان هم ساعات بيوجهونا، يعني سالت برضه في البيت وكده فحسيت ان هم هيرفضوا الموضوع دلوقتي، فاستمريت على اساس ان في امل ممكن يغير. مش مبرر، لا بصي بصي انت قليله الخبره. انت بتعرفي تسوقي ولا بتعرفيش؟ لما جيتي تتعلمي السواقه اول ما ركبت العربيه كده ومشيتي على طول ولا لا. كنت بجانب حد من الاهل او حد بيدربك؟ دي خبره يا جماعه. يعني يا جماعه سيدنا علي كان يقول ايه؟ والعين تعرف من عيني محدثها ان كان من حزبها او من اعاديها. انتوا طيبين، انتوا لسه على الفطره، انما الرجاله ها احنا بقى احنا فاتحين بيوت. لا ابقى عارف الواد ده بيلعب، الواد ده بيتنطط، الواد ده اراجوز، لا الواد ده منضبط، لا الواد ده مش منضبط، الواد ده عنده حب في حياته قبل كده ولا لا. لازم ناخد بالنا من الجزئيه دي. انت قليله الخبره. انا حاسه بالذنب، يعني انا حاسه طول حياتي ما فيهاش غلطه غير الغلطه. ليه بقى؟ لانه يعز علينا يا بنتي، يعز علينا انك تباتي معيطه وانت بقى ايه، اصل انتوا طيبين بقى، وانت متخيله بقى ان ايه جاي لك صلاح الدين، تمام؟ جاي لك فتى احلامك، فبتتعاملي بتلقائيه شديده وبعدين بتتعاملي بصفاء نفس شديد، فيقوم طعنك في قلبك وماشي. طب ليه بقى كده يعني؟ طعنه في طعنه. بصي بقى طعنه، ربنا مش هيبقى راضي عني بسبب ان انا اتعرفت على حد. لا لا خدي بالك خدي بالك، طعنه مع طعنه مع طعنه تلاقي البنت اتعقدت، حتى لما يجي لها عدلها وابن الحلال نلاقيها عندها خوف، لا مش عايزه اتجوز، لا مش رفضت الفكره دي. فعشان كده بنقول يا بناتنا وبقول للامهات والنبي يا جماعه خدي بالك من بنتك وصاحب بنتك، ولو جه زميلها هزر معاها حتى في الفصل الدراسي في اولى اعدادي تيجي تقول لك يا ماما ده فلان الفلاني هزر معايا، ده قال لي كذا. تقدر لا يا بنتي ما ينفعش نعمل كذا، لا ينفع نقول كذا. الام بتعلم بنتها اقعدي بالطريقه الفلانيه، ما تقعديش كده، ما تتكلميش بالطريقه دي، لما تيجي تتعاملي مع الناس تتعاملي بالمبدا ده، ما تعمليش بالمبدا ده. توجيهات. واي مشكله تتعرض ليها البنت او اي موقف جديد تبقى الام فاتحه دراعاتها لبنتها، وتيجي البنت تقول لامها ده انا حصل معايا كيت وكيت 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 وكيت. طب ازاي احافظ على قلبي دلوقتي يا شيخ رمضان، وازاي احس ان ربنا راضي عني في حياتي الشخصيه وفي حياتي العمليه؟ مبدئيا انت انت لانك اتعرضتي لصدمه او كده صدمتين مش كده؟ اه. صفاء القلوب
والسكينة اللي بتيجي للقلب بتيجي من محبة الله وذكر الله، وإنك تنشغلي بالحق عن الباطل. النفس أمارة بالسوء إلا ما يشغلها الإنسان بالحق أشغلته بالباطل. فشوف إزاي، يعني أنا واثق إن وإنت بتتابعي دلوقتي برنامج خير الكلام، وأنا قعدت أكلمك عن النبي شوية عليه السلام، تحس إن نفسك بتهدى، صح ولا لأ؟ ايوه طبعا. مجالس العلم كده فتره وارجع تاني مثلا بعد البرنامج بتاع حضرتك، يبقى لازم بقى ايوه انت يبقى لازم تتشحني بقى الشحن كل شويه. لازم تاخدي طاقات ايجابيه، لازم تشغلي نفسك، ما تقعديش ساكته عشان الشيطان هيوسوس يقول لك طب ما تحاولي معاه مره تانية كده، طب ابعتي له رساله. طيب ابعت له رساله ليه؟ صح ولا لا؟ صح طبعا. طب مش عارف ايه، طب انت مش صغيره، انت تقدري تقولي له طب شوفي. لا مش عايزين القصه دي بقى، خلاص هو كده ما يستهلكيش. تمام. يبقى في مرحله العلاج ما تقعديش لوحدك، ما تقعديش ساكته، اشغلي نفسك بالحق، تقومي تنشغلي عن الباطل، كثرت ذكر الله، محبة ربنا، قول يا رب املأ قلبي بحبك. أنا في عز الشدائد بتاعتي أو المحن اللي أنا أمر بيها، من أهم الدعوات أقول له نزه قلبي عن التعلق بمن دونك، واجعلني من قوم تحبهم ويحبونك. حبني يا رب وخليني أحبك، لأن لما أحب ربنا هنسى أي حاجة بقى. ربنا ممكن يغفر لي حاجة زي كده، إن أنا اتعرفت على حد بشكل غير رسمي وخرجت معاه أو حصلت تجاوزات. أنت بتقولي ربنا ربنا ممكن يغفر لك؟ اكيد ربنا يغفر لك. ربنا هو اللي اكد لنا ده، مش انا اللي باكده. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. انا بس عايز ابرأ ساحه بنتنا امام المستمعين، اصل بعض الناس بيفهم الكلام غلط. بنتنا ما عملتش حاجه غلط ولا كبيره من الكبائر، ده هي بتقول انا خرجت ويعني اتكلمت معاه، طبعا اكيد كلام لائق ومش كلام غير لائق ولا حاجة حرام يعني. شكرا يا بنتي، وربنا يسعدك يا رب ويجبر خطرك ويمن عليك وعلى كل بناتنا، كل واحدة يمن عليها بالزوج الصالح اللي يصونها ويرعاها ويتقي الله فيها ويحافظ على مشاعرها ويحبها ويحافظ عليها. ايوه طبعا. وبقول لبناتنا ما اللي هيجي يتجوزك لازم نشترط عليه انه يكون حبيب بيعرف يحب. ايوه طبعا، مش هيكلمك بقى اما تبقى مراته هيكلمك فهمي رسمي نظمي، لا يقعد شويه غزل بقى وشويه حب كده. ربنا يصلح حالكم يا رب، ويمن على كل بنت، على كل فتاه بالزوج الصالح، ويمن على كل شاب بالزوجه الصالحه. وناخد اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. مع حضرتك الشيخ رمضان عبد المعيد. أنا مع حضرتك يا أختي، تفضلي على راسي من فوق. ممكن تدعيني بس ربنا يهديني يا ربي. يعني أبطل أمتحن أو أمتحن. واحدة 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 واحدة، صلي على النبي، قول اللهم صلي على سيدنا النبي. عليه الصلاة والسلام. أنت حاولت تنتحري من قبل؟ أنا اتظلمت في حاجة ومش عارفة أجيب فيها حقي، وانا تعبانه نفسيا، تعبت. طب قولي ورايا، حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 مش بتطمنك دي؟ ايه؟ طب بتطمنك الدعوه دي ولا ما بتطمنكيش؟ بقولها. طب قولي ورايا، قولي ورايا، حسبنا الله وكفى. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله وكفى. حسبنا الله وكفى. حسبنا الله وكفى. حسبنا الله وكفى. حسبنا الله. حسبنا الله وكفى. سيؤتينا الله من فضله ورسوله. مجتمع ايه؟ قولي تاني ورايا، حسبنا الله. حسبنا الله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله. سيأتينا الله من فضله ورسوله. إنا إلى الله راغبون. 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 أهو أنت بتقول يا رب أنا راغبة في كل خير عندك الدهول يا رب، هيديكي.
عندي والله الحمد لله، بس انا ظلمت ظلم كبير. انا مش عارفه تفتكري، مش عارفه اعيش حياتي. لا ليه؟ مالكيش رب، اديك وكلت ربنا، انت قلقانه ليه بقى؟ انا بتعاير عشان ماليش اب ولا ليا اخ. طيب ايهما اقوى، انه يبقى ليك اب ولا ليك رب؟ ده يا رب طبعا. طب خلاص، امال ايه؟ لا لا لا، انت مش ضعيفه، انت مش ضعيفه لانك امه للقوي، صح ولا لا؟ صح. انا مش ضعيف لاني عبد للقوي المتين سبحانه وتعالى. صح. الا ربنا قال في القران: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو عالم بيكي وسامع شكواك. في سورة في القرآن اسمها سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، صح ولا لا؟ أيوة. يلا اشتكي لربنا، قدمي شكواك لربنا. قدمتها والله. بس بتثقي في ربنا ولا مش بتثقي؟ أيوة طبعا. بس اطمني بقى، عايز أسألك سؤال، بتشتغل ولا بتشتغليش؟ لا أنا قاعدة في البيت. بتعمليش أي حاجة؟ لا يعني اقدر اقول بتعبي شمس في ازايز. ايوه اضحكي، ما حدش واخد منها حاجه. لا ما هو ده جزء، استني ما هو ده جزء من المشكله بتاعتك. جزء من المشكله ان عندك وقت فراغ، فدماغك مش حتى وانا لو اشتغلت بحاجه تفكيري كله في ان انا عايز. ما انا اهو. لا ازاي بقى؟ يعني انا دلوقتي اهو بتكلم معاكي وانت بتتكلمي معايا وانت مركزه في الكلام وبتقولي ورايا، صح ولا لا؟ صح. تعرفي تفكري في حاجه تانية؟ ما تعرفيش. لا. ايوه شفت ازاي؟ عشان مشغوله. انا عايزك بقى تعملي ده بقى، اشغلي نفسك دلوقتي ان شاء الله، تشغلي نفسك بالعمل التطوعي لو ما فيش عمل بتاخدي عليه اجر، يعني انك تزوري دار ايتام، انك تروحي تحفظي القران. حاولت والله، حاولت، عملت كده. كملي المحاوله بقى، الله يسترك. حاضر والله. معاكي قرشين، انزلي اعملي شويه شوبينج، ايه رايك؟ ان شاء الله. اشتري ايس كريم، حلو قوي. تعالي على باب مدينه الانتاج الاعلامي، سيبي لنا شويه ايس كريم انا والشباب اللي زي الورد شغال معانا ده. تسلم عينيك، الله يكبر خاطرك. شوفي في حاجه كمان كان النبي بيعملها، لما يعني حاجه تشغله قوي ويعني حاجه تضايقه، فربنا بيقول له: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن ايه؟ الله يفتح عليك، وكن من الساجدين. صلي صلي لربنا. انا بصلي الحمد لله، وبختم المصحف في الاسبوع يعني الحمد لله. انا بتهيألي انت بتعملي كل حاجه حلوه، بس باقي لك حاجه واحده. ايه؟ اقعدي ادعي للشيخ. هدايمك. هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي زي السكينه في الحلاوه، ايه رايك؟ والله بدعي لك، بس عشان انا تعبت ونفسيتي تعبت ماما يعني. لا ولا تتعبي، وكل ما تلاقي نفسك تعبانه كلمينا في خير الكلام نضحكك شويه. باذن الله ان شاء الله. ماما جنبك؟ جنبك. سلمي لنا عليها. ايه؟ الله يسلمك، بتسمع حضرتك من بره. سلمي لنا عليها. لا يعني اهديها سلام على الهواء من اعماق قلبي، وبقول لها ونعم التربيه، عرفت تربي يا حاجه، ربنا يبارك لك في بنتك. الله يخليك. ليكي يا اخوات غيرك؟ ليا اختين. ده انتوا ثلاث بنات. لا ليه، ماليش اخوات صبيان، انا تعيرت عشان انا ماليش اخوات. لا ده انت مرزقه، قولي لماما انها مرزقه. يا بختك. تعالي يا ماما، تعالي. يا حاجه. اهلا وسلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل، ازيك؟ الله يسلمك. ده انت مرزقه، ربنا رزقك ثلاث بنات ما شاء الله، ده انت مرزقه. ربنا يخليك يا دكتور. ده اللي يرزق ثلاث بنات ويحسن تربيتهن هتروح الجنه. بيقولوا للنبي اللي هيربي ثلاث بنات يروح الجنه، قالوا له طب واثنين؟ قال لهم اللي يربي اثنين هيروح الجنه، طب واللي يربي واحده؟ فبيقول ستنا عائشه: وواحده يا موفقه. ده انت مرزقه يا حاج. ربنا يخليك. انا عايز اقول لحضرتك ولبنتك اللي زعلانه عشان بتقول انها ملهاش اخوات صبيان، النبي قالوا عنه: يا ابتر. ايه؟ بنتعاير. طب انا عايز اقول لك على حاجه. طب ممكن اقول لك حاجه يا ست الكل؟ اتفضل يا دكتور. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. لو اتقالت لك كلمه
اتقالت للنبي تزعلي؟ لا. طيب انت عارفة ان هم قالوا للنبي يا ابتر، يعني اللي ما عندكش صبيان، هو ربنا كان رزقه في البداية خالص اتنين صبيان، القاسم وعبد الله، فماتوا. فقالوا له يا ابتر، فربنا سبحانه وتعالى رد عن سيدنا النبي وقال له ان شانئك هو الايه، هو الابتر. فالاباء الانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا اباء بنات، الأنبياء كانت خلفتهم بنات، زعلانة ليه بقى؟ لا مش زعلانة على خلفة البنات يا دكتور، أنا زعلانة على الناس اللي ما بتقدر. أنا هقولك ما تزعليش، لأن هم بيزدادوا سوءا وبياخدوا سيئات، وانت بتزدادي حسنا وبتاخدي حسنات. يعني تزعلي مني يا ست الكل، تزعلي مني لو أنا حولتلك مليون جنيه على حسابك في البنك؟ لا يا دكتور. طب اللي حول لك مليون حسنة على حسابك تزعلي؟ لا اهو ده نحمد ربنا. بس الله يكرمك. جوزت البنات ولا لسه؟ جوزت اتنين توأم وفضل معايا الصغير. باقي اللي معاك اللي قاعدة جنبك دي يا رب يفرحك بيها بحق جاه النبي، ويمن عليها بابن الحلال اللي يصونها ويرعاها، ويبقى ابن ليك زي الاتنين اللي عندك التانيين يا رب يا رب. شكرا ليك يا حاج، بارك الله فيك. شكرا لك فضل. يا دكتور فضل. وربنا يديك الصحه وما يحرمناش. تسلم، ده انتوا على راسنا، ده انتوا على راسنا يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله. يخليك يا ما. دكتور انا بحبك في الله قوي. احبكم الله الذي احببتموني فيه. لما اشوف حضرتك. تسلم يا ست الكل، يلا ربنا يبارك لكم ويخلي لك ولادك. شكرا يا ست الكل، شكرا يا ست الكل، بارك الله فيك على فعل الخير يا واياكم رب. واياكم واياكم وكل مستمعينا الكرام، يجعلنا دايما كده يا رب يكبر بخاطرك يا دكتور. واياكم واياكم، الله يكبر خاطر. شكرا يا حاجه، شكر الله لك. تفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه ما تشيلوش للدنيا هم، وما تزعلش، احنا عشان احنا ناس متربيين وعلى نياتنا وطيبين، فلما حد بيتكلم عننا كلام وحش بنحزن، وده شيء طبيعي. وربنا قال للنبي ولقد نعلم ها انك يضيق صدرك بما يقولون. وفي موضع اخر قال قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. عارفين يا محمد انه بيسبب لك حزن، بس النبي كان بيفرغ الحزن ده بايه بقى، ويضيعه بايه، ويمحوه بايه؟ التسبيح، الدعاء، كثرة الصلاة. كان اذا حزبه امر كان يوم يصلي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. في عز الازمات والمحن وان الناس تتكلم عنا او تسيء لنا، لازم تبقوا مركزين قوي قوي وتحمدوا ربنا ان انتوا ناس محترمة. هو قليل الادب وبيغلط، احمد ربنا ان انتوا ناس مؤدبين. بكره ولا بعد بكره احنا هنقف بين يدي الله الظالم والمظلوم. لو يعلم الظالم ما اعده الله للمظلوم لبخل عليه بالظلم. والله لو الظالم يعرف ربنا اعد ايه للمظلوم لبخل عليه بالظلم. قربوا لي كده من الراديو عشان اقول لكم على كلمه مش عايز حد يسمعها. العبد اللي بيكلمكم، العبد الفقير الى الله اللي بكلمكم دلوقتي، انا ياما اتظلمت في دنيتي، وياما ناس كادت ليا ومكروا بيا، سبحان الله العظيم. اما براجع الماضي بتاعي الاقي ان كل مكر مكروا بيا، يعني ربنا فتح لي منح، ابواب، عطايا، سبحان الله. كل ازمه امر بيا، كل حد يظلمني ربنا يقول لي طب هو ظلمك، تعال بقى نديك، يلا. ألا كل من بات لي حاسدا، اللي قاعد يحسدك ويكيد لك، قل له بقى أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، كأنك لم ترضى لي ما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك سبيل الطلب. كل ما يزداد مكر لي، كل ما ربنا يرفع قدرك، كل ما يزداد حقد وكلام ويغتبوك ويتكلموا عليك ويضيقوا عليك، ربنا يفتح لك الأبواب من عنده، يفتح لك الخيرات والنفحات. أيها المظلوم لا تحزن، ليه؟ لك رب قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيها المكروب لا تحزن،
أيها المبتلى لا تحزن، ليه؟ العطايا على متن البلايا، جاي لك منح من ربنا سبحانه وتعالى. طيبوا خواطركم بتلاوة القرآن، هتلاقي ربنا بيطيب خاطر المظلومين والمكروبين والمبتلين، والله بيطيب خاطرنا لما يقول لنا في سورة كلنا حافظينها الانشراح، سورة الشرح، فإن مع العسر إيه؟ ها؟ يسرى. إن مع العسر يسرى، أدا عسر واحد جاي معاه يسرين اتنين، زعلانين ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ وأن الفرج مع الكرب. أنت مكروب؟ آه، يبقى في فرج جاي لك. هو فين؟ آه والله العلم عند الله. لأنه لما نقول لأهالينا كده في فرج جاي لك، هو فين يا عم الشيخ؟ أنا ما جاليش معاد بي، لو جالي كنت بلغتك، بس طالما النبي قال في فرج يبقى في فرج. أصل اتأخر شوية، والله بقى الغيب حجته معاه. وقت ما يوصل يوصل براحته. ربنا يفرج كرب المكروبين. خلونا ناخد اتصال. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي. أهلا، لو سمحت يا شيخ أنا عندي أربع أسئلة. يلا. السؤال الأول، الآية اللي في سورة التوبة اللي هي وتاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوب، بتاع الثلاثة الذين خلفوا. أيوة، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني الآية اللي هي إنه يعلم السر وأخفى، أنا عايز أعرف يعني جميل. إيه أخفى من السر؟ ماشي. السؤال الثالث كنت بسأل عن أنا بس عايز أقول لك على حاجة. نعم. لو أنت عندك سر دلوقتي، ايوه، عارفه ايه اللي ممكن يحصل بكره فتخبيه؟ لا، ربنا عارفه. أيوة، قبل ما افكر اصلا في السر. يعني انا دلوقتي لما جيت اقول لحضراتكم ايه، قربوا لي كده من الراديو عشان اقول لكم على سر، هل انا كنت عارف ان انا هقول لكم السر ده؟ لا، بس ربنا عارفه. اه، يعني اللي اخفى كمان من السر، اللي لسه ما اتعملش، ربنا عارفه. طيب. السؤال الثالث، في المحارم يعني معروفين في سورة النساء، الأب والأخ ده كله، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ يعني إلى آخر الآية. ماشي. أنا بقى بسأل من ناحية مثلا خال أو عم الأم. لا لا، استني بس، خلينا بس في المحارم عشان نحط قاعدة الناس لازم تفهمها. ماشي. المحرمات دول حط كده ما بين قوسين، إن أمنت الفتنة، عشان الناس مش فاهمين الجزئية دي. يعني ايه ان امنت الفتنة؟ لو هل سمعتوا قبل كده عن اخ اتحرش بخته؟ لا. طيب انت ما سمعتيش، الحمد لله، والله انت جميلة، كويس انك ما سمعتيش. طيب هل سمعتوا عن حد، واحد مثلا اتحرش بحماته؟ برضو ما سمعتيش؟ جايز يعني. طب انا عايز اقولك ان في حاجات سمعنا ان في اب اتحرش ببنته. اه، نسيبها معاه؟ لا. برافو عليكي، هو ده الموضوع اللي الناس لازم تفهمه، لانه احيانا ممكن يطلع حد مريض نفسي ولا حاجة، اخ يعني بيتعامل مع اخته بطريقة غير لائقة، هي تحرش، فنيجي نقول لا، البنت دي ما تتسابش مع الولد ده. منلاقي اب كده لا ما ينفعش، ولد مع امه ما ينفعش، ما يتسابوش. ما نيجي نقول لا، اصل ده محرم عليه. اه، ان امنت الفتنه. الاصل انه زوجة الابن محرمه. طب نفترض بقى ان حماها راجل عينه زيغه بقى، هي جوز هي مرات ابنه، فهي محرمه عليه بنص القران، هي محرمه، بس هو عينه زيغه، هو مريض، لا ما نقعدهاش معاه بقى، ما يقعدوش في البيت لوحده. واضح؟ واضح. ده بالنسبه ايه للمحرمات، عشان نبقى بس قبل ما ندخل بقى، طب عم الام، طب خاله الاب والكلام ده، فهمنا؟ ايوه. ده السؤال الرابع. لا ده التالت، بس انا كنت اللي في السؤال التالت كنت عايز افهم يعني هم يعاملوا معامله ال المحارم. هجاوبك. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده حضرتك، انا كنت في سؤال في الاول اصلا، انا فاكره بتاع ثم تاب عليهم ليتوبوا. أيوة. السؤال الاخير، تحب نراجع الاسئله مع بعض؟ نعم، تحب نراجع الاسئله تاني مع بعض؟ لا عادي حضرتك، يلا ثم تاب عليهم ليتوبوا هنشرح. اه، في سؤال انا اوريدي شرحته خلاص. اه، السؤال التاني خلاص. طب التالت،
التالت اللي هو بتاع المحارم يبقى التاني. الرابع السؤال الرابع المقولة بتاعت الله ورسوله أعلم أيام الرسول. خلاص فهمت السؤال فهمت السؤال ماشي. كان في فكرة بس كنت عايزة أفهم من حضرتك. اتفضل. أيام الرسول كان كده ولا كده؟ يعني الله كدا ورسوله أعلم، لأنه الرسول كان بيوحى إليه، كان بيوحى إليه، فالعلم عند الرسول. من أيوه. يقول له اليومين دول بقى لما حد بيقولها قدامي أنا بقول ما تقولش الله ورسوله الله بس. ده أنت كمان بتفتي ما شاء الله عليك. مش بس يعني طب ممكن بالمناسبة السعيدة دي بس أعرف أنت اتخرجت من درست إيه؟ انا اتخرجت في كليه الاداب قسم اجتماع بس انا حاليا ماجستير يعني. طب نداء الى كل ولادنا وبناتنا اللي اتخرجوا من قسم كليه الاداب قسم اجتماع، ما تفتوش في الدين الا لما تدرسوا. طب انا بس بتكلم في نقطه، انا بقول مثلا ان الله اعلم الرسول ان ربنا بيعلمه بس، فانا عايز اعرف ما هو اذا كان اذا بص اذا انا قلت ايه والله حد بيسألني في ميراث الجدة، فقلت له والله ورسوله أعلم. ليه؟ لأن الرسول هو اللي علمنا ميراث الجدة. الجدة بتورث إزاي يعني؟ لا أنا بتكلم في الحياة العادية جدا، يعني حاجة عادية جدا الله ورسوله أعلم، مش بتكلم في الدين. ماشي حاضر فهمت وجهة نظري. شكرا ليكي. يلا خلاص الماجستير انت الحمد لله. لا انا لسه في الماجستير. يلا ربنا ييسر لك وتاخدي الماجستير وبعديها الدكتوراه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك. السؤال الاول اللي جاء في سوره التوبه كان في حاجه في ثلاثه اسمهم الثلاثه الذين خلفوا. القران قال كده وعلى الثلاثه الذين خلفوا. عشان تبقوا عارفين اسمائهم للي عايز للي بيهتم يعني، افتكروا مكه. مكة دي كم حرف؟ مكة ميم وكاف وهي صح. مكة كان واحد اسمه مرارة، كاف كعب، هي هلال. دول تلاتة دول تخلفوا عن غزوة تبوك. هما كانوا صادقين يعني في أعذارهم، لأنه في ناس تانية كانوا كذابين كذابين القرآن خلاص اعتبرهم منافقين. فالقرآن اتخذ موقف ضد هؤلاء الثلاثة ان هم ما طلعوش يسافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف اللي انه احنا يعني ما كانش حد بيتعامل معاهم في فترة، في الفترة دي قعدوا فترة غير حش يتعامل معاهم، واخدين على خطرنا منهم يعني. حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه، كانوا تأكدوا بقى انه ما لهمش حل إلا عند ربنا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. التوبة يا حضرات، التوبة رقم واحد إن ربنا يأذن إن احنا نتوب. ما انت ممكن واحد يجي يغلط، واحد غلط وجاي عشان لو مش عايز اسمع صوته يا فندم، الموظف بره عايز لا ما تدخلوش عليا المكتب، مش عايز اشوف وشه. شفت انت ما اذنتلوش. طيب ولله المثل الأعلى. المقام الأول إن ربنا يأذن ثم تاب عليهم فتح لهم الباب فأموا هم ليتوبوا، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة فتقبل الله توبتهم. هي دي منظومة التوبة، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا باب التوبة. لأنه خد بالك في ناس ممكن تيجي تتوب بس الباب يبقى مقفول فكأنه ما عملش حاجة اصلا. عارف زي ايه؟ زي مع قيام الساعة كده، الساعة ليها 10 علامات مهمة. طيب في علامة من علامات الساعة لما بتحصل خلاص بيبقى باب التوبة اتقفل والملائكة طلعت والكتب اترفعت خلاص، وبالتالي اللي جاي يتوب هنكتب ما فيش خلاص ما بقاش. عارف فاكر زمان دفتر الحضور والانصراف بتاع الموظفين، يخش يقول لك الدفتر انت الحضور الساعه 8، الدفتر هيتشال 8 وربع، فاللي جه 8 ونص هيمضي حضور فين؟ طيب ما مش موجود الدفتر. ف اذا طلعت الشمس من مغربها يوم القيامه، الشمس بتطلع من مشرقها اصلا، لما تطلع من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فلو واحد قال استنوا أنا جاي أبقى مؤمن، نقول له خلاص أصلا طلع استوليت تأخرت ما بقاش كان فيه وخلص. أقول أكتر من كده ما خلاص. إذن يبقى ربنا يأذن الأول بالتوبة يفتح لنا الباب،
ثم تاب علي. فأم هم تابوا ليتوبوا يعني عشان يتوب، فتابوا فقبل الله توبتهم. ربنا بيقول في القرآن وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ده أول أمر جميل قوي. احنا مسألة الله ورسوله اعلم كان على عهد رسول الصحابة يقولوا كده باعتبار ان النبي بينزل اليه الوحي. انما لما يجي حد يقول لي ايه تفتكر بيقولوا خبراء الارصاد اخواننا واهالينا اللي شغالين في الارصاد بيقولوا من المتوقع هطول امطار غدا، تفتكر؟ اللهم الله اعلم. الله اعلم. المسألة دي خاصة بايه؟ بربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في ملفات بيقول لهم لا أدري. النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن كان بيقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وبيقولوا أنا معرفش. شوف إزاي جبريل نفسه لما كان يتسأل عن حاجة جبريل ما يعرفهاش فيقول لا حتى أسأل العليم الحكيم. النبي بيقول له ما معنى هذا يا أخي يا جبريل في آية مثلا، فيقول له حتى أسأل العليم الحكيم يا محمد الله أعلم. يبقى فيه هناك أمور خاصة بعلم الله تبارك وتعالى. وبنزل يبقى الصحابة لما يقولوا الله ورسوله أعلم باعتبار أن النبي بيوحى إليه وهيجيب لنا العلم يعني. طيب واحد دخل طالب بيسأل دخل امتحانات الشفوي، تعرفين كان عندنا امتحانات شفوي، فالدكتور بيسأل الطالب سؤال الطالب مش عارف، فقال له الله أعلم. قال له لا أنا عايز علمك أنت. ما أنا عارف أن الله أعلم. أنت نعم تخيل بقى أن أنا يدخل لي واحد مثلا فاسأله عن مثلا قاعدة أرشميدس في الفيزيك في الطبيعة في الفيزياء في الطبيعة فيقول لي الله أعلم. أقول له أنا عارف أن الله أعلم، أنا بسأل عن علمك أنت. خلونا نستسمع حضراتكم، نطلع على فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفاصل. ابقوا معنا أكرمكم الله. أنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. مستمعينا الكرام أجدد لحضراتكم التحية. في حاجة عندنا اسمها المحرمات من النساء. ايه المحرمات دول؟ دول المحارم بتوعنا، يعني الراجل ما ينفعش يتجوز منهم. حرمت عليكم، عد معايا، امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم لحماتك يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم اللي هي زوجة ابنك، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دي برضو، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طبعا إن واحد يبقى متجوز واحدة وعايز يتجوز أختها نقول له لا ممنوع. طيب ودو إحنا كده كام؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وبعد كده والمحصنات من النساء، النساء متجوزة دي محرمة عليك فاش تتجوزها، ما هي متجوزة على ذمة رجل تاني. لذلك احنا لما بنيجي حد بيتجوز واحد بيقول ان تكون خالية من الموانع، يعني عايزة تتجوز واحدة تتجوز هنجوزها الواحد تبقى خالية من الموانع. الفقهاء حطوا مع ده ولا يجوز الجمع بين فاطمة بنت رسول الله وبنت ابو جهل، لانه لما سيدنا علي اراد ان يتزوج بنت ابي جهل وكان هو بطبيعة الحال متجوز ستنا فاطمة الزهراء، فالنبي قال كلام الناس محتاجة الكلام ده تفهمه، لانه الكلام ده كل واحد بياخده من الزاوية اللي هو يعني الرجالة بتشوفه بطريقة والستات بتشوفه بطريقة تانية. يعني في الحديث ده سيدنا علي كان رايح يخطب بنت ابو جهل، واضح يا حضرات يخطبها عشان يتجوزها يعني، وهو بطبيعة الحال متجوز ستنا فاطمة الزهراء،
فستنا فاطمة الزهراء راحت اشتكت للنبي وقالت له يقولون أنك لا تغار لبناتك، وكانت بتبكي. فالنبي خطب في الأمة في الناس، قال لهم أيها الناس إنما فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. فخلاص سيدنا علي خلاص قال لا مش هتجوز. من ضمن الكلام اللي النبي قاله، قال أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. النبي يقول أنا ما بحرمش حاجة حلال، حد يفهم الكلام غلط. أمال ليه يا سيدنا النبي؟ من ضمن الكلام اللي النبي قاله، قال لا تجتمع بنت نبي الله اللي هو ستنا فاطمة الزهراء وبنت عدو الله اللي هو أبو جهل تحت سقف واحد. يعني سيدنا علي يبقى عنده عدد اتنين زوجة تحت سقف واحد، واحدة منهم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة منهم انت أبو جهل، لا ما يجتمعوش. فعشان كده وانت بتقرأ في كتب الفقه هتلاقي ولا يجوز الجمع بين بنت رسول الله وبنت أبو جهل، الفقهاء كتبوا دي. طيب حاجة كمان بقى، قال وأن تجمعوا بين الأختين. حلو قوي، يعني واحد متجوز واحدة ما ينفعش يتجوز أختها في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، يعني ينفعش يبقى اتنين إخوات زوج لرجل واحد تحت سقف واحد، لا ينفعش، حرام، ده من المحرمة. هو تحريم مؤقت، يعني لو الزوجة الأولانية ماتت بعد انقضاء العدة الزوج يقول بس أنا هتجوز أختها بقى تربي ولاد أختها، يعني ممكن. النبي بقى أضاف على ده ولا تجمع ولا يحدث جمع بين البنت وعمتها ولا بين البنت وخالتها، دي كمان من المحرمات بس مش موجودة في القرآن. طبعا الناس بقى اللي بينكروا السنة جالهم هرش دلوقتي، بيهرش، عارف انت ايه ازاي، لا مش عارف انت بقى، يعني لا 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 يجمع رجل بين زوجته وعمتها، مفيش يتجوز عمة مراته ومراته على ذمته. ليه؟ قالك ده يقطع الأرحام. البنت وعمتها يبقوا ضراير، أو البنت وخالتها يبقوا ضراير، لا ما ينفعش ده. طب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أستاذة. لو سمحت يا شيخ رمضان كنت محتاجة منك طلبين بس. تفضلي يا أستاذة. محتاجة أول طلب، محتاجة إنك تدعيلي بشدة يا رب يصلح حالك يا رب ويروق بالك ويقضي لك حاجتك وقرب ويعطيك حتى يرضيك ويرفع عنك كل مكروه وسوء ويرفع عنك البلاء، يفرج كربك يا رب ويسر لك أمرك ويقضي لك حاجتك بجاه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنا محتاجة إنك تفتكرني في كل وقت بالدعاء، يعني أنت افتكرتني. الله يفرج كربك يا أختي، الله يفرج كربك وكرب المكروبين جميعا، اللهم أمين، اللهم أمين. الحاجة التانية، أنا عندي سؤال بس هو السؤال شخصي جدا، أنا مش هينفع أقوله على التليفون. طيب أنا هحولك للكنترول. ممكن رقم تليفونك يعني. طيب حاضر، أخونا الكريم هيعطيه لحضرتك وإن شاء الله تواصلوا معايا بعد الهواء. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه مهمه جدا مستمعينا الكرام، طبعا اتصالكم بينا في البرنامج شرف ومحل اهتمام وتقدير من شخصي المسكين ومن اداره المحطه كمان، يعني كلنا بنسعد باتصالاتكم. بيبقى عندنا الحمد لله مساحه من الوقت في البرنامج نجيب من خلالها على اسئله حضراتكم وبناخد راحتنا وبندردش مع بعض. بعد البرنامج بقى يعني ربنا بيبقى عالم بظروفنا، يعني والله يعني ممكن اقول لحد كلمني بعد البرنامج واجي بعد البرنامج انشغل بامر ما، قد يكون بقى عرس خير وبركة بكتب كتاب حد، قد يكون حالة وفاة او عزة بشارك فيه، قد يكون في مشكلة من متصل اخر وانا شغال معاه، يعني فالتمسوا لنا الاعذار برا الهوى. يعني افضل وقت نقدر ناخد وندردش مع بعض بيبقى الساعتين اللي احنا بنلتقي بيهم كل يوم جمعة، ببقى طالع مع حضراتكم على الهواء وعامل حسابي والكرة الارضية عارفة ان انا في الاذاعة فمركز في هذا الوقت، لانه البعض ممكن يزعل او يحزن يقول لك يا شيخ خدنا رقمك في البرنامج، كلمناك بعد العصر ما ردتش، كلمناك بعد المغرب ما ردتش، كلمناك بعد العشاء ما ردتش. اكيد ما ردتش، كان هناك اسباب اخرى حالت بيني وبين الرد.
إنما يعني يعلم الله أي وقت، أي وقت بيبقى متاح للرد أكيد برد. الناس اللي ما بيظهر لهاش بقى في اتصالاتها إن التليفون معاه مكالمة أخرى، في تليفونات بتظهر هذا، يعني حد يكلمني فيقول لي ده أنا كلمتك 5 مرات وكان معاك ويتين، كان معاك خط آخر يعني. إنما في تليفونات ما بتعرفش، أنا تليفوني ما بيعرفش، فلما بكلم حد مرة ما بيردش عليا أقول بقى لعله مشغول الآن، بعد ساعة كده أكلمه، بعد ساعتين ما ردش أقول بقى عذره معايا. الله أعلم بأعذار الناس، وأعقلكم أعذركم للناس. أنا بس حبيت أقول لحضراتكم أنه أنا لما ما بردش برا البرنامج يبقى سبحان من أودع في كل قلب ما يشغله، أكيد ببقى منشغل بعمل آخر، فألتمس منكم أنكم تعذروني يعني. وناخد اتصال معنا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا ومرحبا، اتفضلي يا استاذه. انا كان عندي سؤال صغير جدا. اتفضلي. دلوقتي انا سبت شغلي من شهر 11 اللي فات. ايوه تمام، بس سبته وبعد كده ندمت، مع اني انا كان عندي مشاكل كتير جدا وما كنتش مرتاحه يعني. انا دلوقتي عايزه اعرف، هو انا ما اشتغلتش تاني فده ربنا زعلان مني، لان انا مثلا ما كافحتش واستمريت، قلت اجي على نفسي شويه، واعرف منين ان ده يعني هو كل ده. انت متزوجه ولا قاعده مع ماما؟ لا انا مش متزوجه. لا. طيب ماما الحمد لله موجوده؟ اه الحمد لله، ربنا يمتعها بالصحه والعافيه. بتحبك؟ اكيد. بتتمنى لك الخير؟ اه الحمد لله. طب تفتكري إرادة ربنا بيكي بيريد بيكي الخير ولا الشر؟ أكيد خير. بس هيعاقبك ليه بقى؟ كنت في الشغل؟ لا أنت كنت في الشغل وكان عندك شوية مشاكل وآثرت السلام، قلت لا أنا اللي جاي لي من الشغل لا مش هكمل بالطريقة دي، وقدمت استقالتك، ده كان اختيارك صح ولا لا؟ لسه ما جاش شغل تاني، لما ربنا يأذن حيك. كلها يعني اقدار، مش ربنا زعلان مني. لا يزعل منك، ما انا قلت لك اهو، ماما لو زعلانه منك هتحرمك من حاجه مفيده ليكي؟ لا. طيب كونها حرمتك او كونها ما ادتكيش حاجه يبقى اكيد الحاجه دي مش مناسبه ليكي دلوقتي. اللي انا اوصيكي بيه بقى كثره الاخذ بالاسباب، ودوري واسالي والسي في بتاعتك وديها يمين وشمال ومش عارف، وحاولي ده والله يا شيخ. بس عارف انا يعني داخله يعني خلاص تميت 26، فاضل لي 4 سنين على 30 ومش هلاقي شغل، فاللي هو الدنيا مش الدنيا بشوفها سودا. طب انا عايز اسالك يعني سؤال وتجاوبيني عليه بمنتهى الصراحه. اتفضل. تاخدي يعني ايه احسن قطاع ممكن يبقى الشغل فيه حلو قوي، يعني احسن قطاع من وجهه نظرك؟ يعني مثلا هل قطاع الخارجية، هل قطاع البترول، هل قطاع الاستثمار، من وجهة نظرك؟ مش بشوف. لا بشوف. لا انا عارف انا عارف، انا بسألك بحكم خبرتك في الحياة، ايه اني قطاع ان الواحد يشتغل فيه نقول له انت مرزق؟ بصراحة انت مرزق. اكيد تجارتي مع ربنا اكيد. يا بنت الناس انا ما بكلمش في الحسنات، انت هتسرحي بينا على الهواء. انا بتكلم في الاعمال المادية البشرية، يعني دلوقتي واحد محاسب جه عايزين نشوف له شغلانة، فاقول له بص في وزارة الاستثمار وفي وزارة الخارجية وفي وزارة الاوقاف وفي وزارة البترول، تحب تشتغل فين؟ تفتكر هيقول لي ايه؟ البترول. برافو. ايوه كده انا اعرف ان انت بتعد فلوس كويس ما شاء الله، حلو قوي. ادعي لك ربنا يكرمك كده يا رب، تشتغل شغلانه حلوه في البترول يطلع لك فيها كم الف، ولا ادعي لك بزوج صالح يصونك ويرعاك ويتقي الله فيك. مش عارفه. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع. قلنا له ايه احسن متاع الدنيا يا رسول الله؟ احسن حاجه في الدنيا. ما قالناش مثلا قرشين حلوين كده يسندوك في المستقبل، لا، أجمل متاع الدنيا الزوج الصالح. وبالمناسبة كلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى. أيوة. واضح؟ نقول أم المؤمنين عائشة هي زوج رسول الله. واضح؟ واضح. بس
فيا ستي انت مركزه قوي قوي في الشغل يعني يا ست ربنا يا منى. تقولي اصل انا 26 سنه وبعد 4 سنين بعد 30 سنه. ماذا لو جالك بكره الصبح زوج صالح بيتقي الله فيكي وبيصونك وبيرعاكي وبيديك الارشينات من غير ما تتعبي؟ عايزه جزمه خدي، عايزه شنطه هات، فستان بيجيب، فسح بيفسح. يعني اسال الله عز وجل ان يمن عليك بزوج صالح احسن من الشغل والقصه اللي انت شغله بالك. وانا ربنا بيعاقبني؟ لا ربنا مش بيعاقبك. في اسئله تانية؟ متشكره جدا لحضرتك. يلا على عيني وراسي، شكرا لك، ربنا يجبر خاطرك. يعني اسال الله عز وجل ان يمن علينا بالفقه. شوفوا يا جماعه النبي بيقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ من يرد الله به خيرا ايه؟ يفقهه في الدين. عارفين يعني ايه يفقهه؟ يفقهه مش يعني يحفظه، يفهمه. يا جماعه والله الفهم ده نعمه كبيره، ان افهم ابقى فاهم ايه اللي انا عايزه وايه اللي انا مش عايزه، ايه اللي ما اقدرش استغنى عنه وايه اللي اقدر استغنى عنه. احنا عايزين نتغدى، يا سلام ده رغيف وشويه فول وطعميه، وعلى راي الجماعه اهالينا الاسكندراني يقول لك وفلافل وزائد فول. يعني الدنيا بتقضى باقل شيء. اعرف انت عايز ايه. شوف ازاي النبي عليه الصلاه والسلام، خدوا بالكم من المشهد ده عشان تعرفوا وجهه نظري. النبي عليه الصلاه والسلام كان له واحد من الصحابه، وكان ده كان خادم سيدنا النبي حضرات، اسمه احفظوا الاسم ده كويس، ربيعه ابن كعب الاسلمي. ماله ربيعه ده؟ خادم لسيدنا النبي. من النبي كان عنده اكثر من خادم، اللهم صل على سيدنا النبي. واحد بيروح يلبي حاجته، واحد بيجيب له الميه، واحد بيجهز له الناقه، الحاجات دي. فربيعه ده كان مهمته دايما يروح يجيب ميه للنبي، النبي يتوضى. ما كانش زمان بقى حضرتك البيت فيه حمامين وتلاتة، خش افتح الحنفيه تنزل لك الميه، ما كانش فيه الكلام ده. فكان ربيعه بيروح يملى ميه ويجيبها ويوضي النبي عليه الصلاه والسلام. صيف شتاء ليل نهار شغال على الموضوع ده. فأراد النبي أن يكافئه فقال له: يا ربيعة، يا ربيعة ابن كعب. قال له: لبيك يا رسول الله. قال: سل حاجتك، اطلب. ده مين اللي بيقول لي مين يا حضرات؟ سيدنا النبي بيقول لربيعة اطلب واتمنى. ايه رأيك بقى؟ عايز تفضل واحد شبيك لبيك، طلباتك مجابة. عارف لما رئيس الجمهورية بينزل يمشي في الشارع بعربيته وبيقابل ناس كده فجأة كده، والناس تسلم عليه: وازيك يا ريس، ربنا يكرمك يا ريس. وده يقول له: انا عايز اعمل عملية في عينيه. يقول له: عناية رسول عناية. وده: انا عايز اعمل عناية. عارف بتشوف، احنا بنشوف المشاهد دي صح ولا لا؟ وكأنه المواطن الطيب الراجل المسكين الجميل البسيط ده كأنه مصباح علاء الدين طلع رئيس الجمهورية بيقول له: طلباتك ايه؟ عايز معاش؟ يقول له: حاضر. انا عايز شقة اوضة حاضر. مش كده؟ ولله المثل الاعلى. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. النبي بقى هو اللي بيقول لك اطلب واتمنى. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك بقى؟ نحن لا نقارن بين الخلق والخالق، ولا نقارن بين البشر وسيد البشر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بس بقولك تخيل، تخيل ان النبي لقيته بيقول لك اطلب. يا نهار ابيض، النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي بيقول لربيعه ابن كعب: يا ربيعه سل حاجتك. فربيعه قال له: تديني فرصه افكر؟ اديني فرصه افكر بس اظبطها كده في دماغي يعني. فقال له: فكر. جه ربيعه يقول للنبي ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال له: يا رسول الله اطلب. قال له: اطلب. قال: اسالك مرافقتك في الجنه. فالنبي قال له: أو غير ذاك؟ مفيش حاجة تانية؟ قال له: لا هو ده. فقال له: ما حملك على هذا يا ربيع؟ يعني ما طلبتش بيت، حاجة، بيزنس، تجارة، إرشينات كده، عمرك يطول، ولادك يكتروا؟ قال له: يا رسول الله فكرت في أمري، فلقيت أنا أمامي أمرين، يطلب حاجة في الدنيا، يطلب حاجة في الآخرة. علمت أن الدنيا منقضية، كده كده الدنيا هنسيبها ونمشي، كده كده هتخلص.
وعارف كمان انه ما كان لي من رزق في الدنيا فسيأتيني. يعني انا لو لي رزق النهاردة بالليل علبة زبادي حتجيلي حتى لو ما دفعتش ثمنها حتجيلي. لو مكتوب انا وحضراتكم احنا ما نعرفش نتعشى النهاردة بالليل، بس مكتوب لنا حاجة هنتعشاها حتى لو ما حطيتش ايدي في جيبي حتجيلي برضو. فربيعة بيقول له انا فكرت لقيت رقم واحد ان الدنيا كده كده هتخلص، فقلت اخد حاجة هتخلص ليه. رقم اتنين انه اصلا لو ليا رزق في الدنيا كده كده هيجيلي حتى لو ما طلبتوش، ما هو رزقي فلازم يجيلي. فقلت بس انا اطلب بقى حاجة تبقى مضمونة على طول، الاخرة الجنة خالدين فيها ابدا، وحاجة يعني كلنا قلقانين ان نيجي يوم القيامة. يعني طبعا يعني نسأل الله انه ما يوقفناش، يعني دخلنا الجنة على طول بلا حساب ولا عتاب ولا عذاب، اللهم امين. شفتوا ربيعة فكر ازاي؟ شفتوا الراجل هو بيطلب؟ فانا النبي كان يعلمنا كده عليه الصلاة والسلام، وقلت لحضراتكم عملت حلقة انا مع الموضوع ده، لو قلت لك غمض عينك واطلب طلب تفتكر تطلب ايه؟ ناس هيقول لي زي ربيعة كده. ماشي، عارفين النبي قال نطلب ايه؟ قال سألوا الله العافية. لو طلبت حاجة في الدنيا قول لي يا رب أسألك العافية. عارف يعني ايه العافية؟ انك لما تيجي تصحى من النوم تعرف تصحى من النوم، انك لما تيجي تمشي رجلك تشيلك، انك لما تيجي تبص لي تشوفني، انك لما تيجي تاكل تتذوق الطعام. العافية انه تصلي صبح ظهر، ان ربنا عافيك في دينك الاول، دينك في صلاتك في صيامك في زكاتك في حجك في علاقتك بربنا، ان ما يبقاش واحد مريض في علاقته بربنا وعلاقته بالاهل، ان ما يبقاش عاق لوالديه، ما يبقاش قاطع للرحم، ما يبقاش مسيء للجوار. العافية في كل شيء، في الدين والدنيا، انه لا نحتاج لطبيب يداوينا، دي نعمة. طيب والآخرة، انه ما نقفش بقى، ما نقفش ولا نتحاسب، لا ينصب لنا ميزان ولا ينشر لنا ديوان، لا يتفتح لنا كتاب ولا يتوزن لنا، عجلنا على طول بغير حساب. دي أجمل نعمة. الشيطان ربنا قال عنه إيه؟ الشيطان يعيدكم الفقر، بيقعد يفقرني، يقول لي عملت إيه بقى في المصروفات؟ اللي العيال لما يخشوا المدرسة في شهر 10 هتدفعها إزاي؟ إيه هتدفعها إزاي؟ لما يجي شهر 10 ربنا هيرزقنا. طب عملت حساب بقى لما تيجي تجوز ابنك هتعمل ايه؟ والواد لسه مولود اول امبارح، جبت له شقه ولا لا؟ طب هو يعني خلاص يعني هو دخل الابتدائيه؟ طب حتى طب خد الثانويه؟ بيقعد الشيطان يشغلنا بملفات ليه يعني؟ المهم ننضبط ونمشي صح وناخد بالاسباب ونعتمد على المسبب، ومع اخذنا بالاسباب خلونا ناخذ التليفون ده عشان ما يزعلش مننا. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ سبحان الله، لا سحر ولا شعوذه، الحلقه كلها اتصالات سيدات، وبعدين انا اجي في اخر اتصال اقول خلينا ناخذ التليفون ده عشان ما يزعلش مننا، كان قلبي حاسس ان في راجل هيتصل. يا رب يكون فضيلتك بخير ويبقى الله يرضى عنك ويكبر خاطرك يا رب. حضرتك بخير، اتفضل يا حبيبي. هسأل حضرتك في سؤال عن المواريث او الميراث يعني. يلا. لما تكون الزوجه زوجة المتوفي ما عندهاش اولاد، واللي هيورثه يعني هي الزوجه واخو الزوج. طيب. واخوه. طيب. أخوه يعني اخوه وزوجته. ماشي. في الحاله دي غالبا هي بتاخد الربع وهو بياخد الثلاث ارباع. لا بنقول عليه الباقي. يعني هي بتاخد الربع وهو بياخد الباقي. مات رجل او توفي رجل وترك زوجة واخ. أيوة. فقط. أيوة. صح كده؟ ايوه مظبوط. ما سابش اب وام؟ لا. ولا ساب ذرية؟ لا. بس يبقى الزوجة لها الربع والاخ يرث الباقي تعصيبا. طيب هو ده مش ده السؤال الحقيقة. اتفضل. هو الحقيقة ان هي الست عايزة تعرف يعني هي ليه كده، يعني هو انا دلوقتي انا اللي كنت عايشه معايا وانا اللي كنت بقى يعني ده حضرتك هي تكتب طلب. ايوه. وتحتفظ بيه تقدمه لربنا لما تلقاه يوم القيامه.
طيب انا بس كل اللي عايز ليه بقى ما انا بقول لسعادتك دي خليك معايا ابن الحلال الله يكرمك يا حبيبي. اتفضل. لانه ربنا لما قال لنا ايه قال تلك حدود الله، هو اللي ربنا اللي هو اللي وزعها كده. انا في الوقت الحالي ماليش اعرف حكمه او تفسير خالص. لا ملناش، هي الست مسلمه بالامر يعني مسلمه طبعا بالامر وكده، خاصه كمان ان اخو زوجها ده يعني ميسور ومش محتاج، لكن خد الحاجه. ليه الظهر 4 ركعات؟ ما نعرفش. ليه العصر 4؟ ما نعرفش. أيوة. ليه المغرب؟ أيوة. ما نعرفش. انا استريح برضو يعني كده برضو. انا استريح والست استريح. ليه الزكاه 2.5% مش 5% مثلا على زكاه؟ تمام. المال يعني زكاه. تمام. المال تمام. زكاة الزروع والثمار العشر يعني 10%. أيوة. واحيانا تبقى ايه نص العشر يعني 5%. أيوة. واخد بال حضرتك؟ أيوة. فدي أيوة. حاجات، في حاجات استأثر الله تبارك وتعالى عنده بالحكمة، وفي حاجات بينها لنا، زي مثلا لما حرم علينا الخمر فقلنا له ليه يا رب حرمت الخمر؟ قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قلنا له انتهينا. لما قال لنا نصوم قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قلنا له ليه يا رب حتصومنا؟ قال لعلكم تتقون. فهو بين لي العلة هو صح؟ ايوه. وفي حاجات ما اظهر الله العله بتاعتها، هي كده تاخدوها ونفذوها. قلنا له حاضر يا رب، سمعنا واطعنا. تمام. طب معلش يا استاذ فضيلتك، في حاجه ثانيه صغيره. اتفضل يا حبيبي. انا عايزك بس يعني توصف الصلاه كأن واحد بيتعلم الصلاه جديد، وفي جلسه التشهد بيقول ايه بالظبط، وهل في دعاء بعد جلسه بعد التشهد نفسه؟ طيب. وهل مسموح بيه او مش مسموح؟ طيب على اي حال انا عايز اقول لحضراتكم، انا عامل فيديو على الانترنت، لما حد يكتب كده رمضان عبد المعز وكيفيه تعليم الصلاه، عامل فيديو بالصوت والصوره مصلي ركعة كاملة قدام الناس، ركعة كاملة، وقفت ازاي وقلت الله أكبر وقريت الفاتحة وصورة قصيرة، وبعدين ركعت ازاي والنبي كان بيركع ازاي، ولما قلت سمع الله لمن حمد عملها ازاي. خلصت ركعة كاملة، تمام كده؟ ايوه. نخش على التشهد بقى. التحيات لله والصلوات والطيبات، دي صيغة، ممكن تلاقي صيغة تانية في كتب السنة كلها صحيح. التحيات لله والصلوات والطيبات، تحينا ربنا، التحية ربنا، بعد كده بنسلم على سيدنا النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى رقم 1 التحية ربنا، رقم 2 لسيدنا النبي، رقم 3 لينا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد كده نقول الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد كده بنصلي على سيدنا النبي. يبقى التحية ربنا، وبعدين السلام على سيدنا النبي، وبعدين السلام علينا، ها؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعدين نقول الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعد كده بنصلي على سيدنا النبي الصيغه الابراهيميه، اللي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لحد انك حميد مجيد. برضه بعيد اهو، في هتلاقوا على الانترنت لو كتبت كده رمضان عبد المعز وكيفيه تعليم الصلاه، هيطلع لك فيديو عامله صوت وصوره بمنتهى الهدوء والبساطه، ومش راغي فيه كتير عشان ولادنا ما يتوهوش. فيعني وروا لاولادكم يا جماعه، خلوا ولادنا ازاي يعني عملت ركعه كده النبي كان بيصلي ازاي عليه الصلاه والسلام. في الركوع والسجود يا مولانا في حاجه ممكن اضافيه تتقال غير سبحان ربي العظيم او سبحان ربي؟ في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكه والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، خشع لك يعني. مش عايز اطول بس عشان ولادنا هيعتبروا ان المسألة كبيرة. اجمل واعظم، بص حضرات، اجمل واعظم ذكر تقوله في الركوع يا رب وينفعنا حبيبي الله يكرمك ويصلح حالنا وحالك. امين يا رب. امين. الله يكرمك. يعني الله يكبر خاطرك يا ولادنا يا شبابنا. اعظم ذكر تقوله في الركوع سبحان ربي العظيم، ما تتوهش نفسك. اعظم ذكر تقوله في السجود سبحان ربي الاعلى. طيب في اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعوة، وانت ساجد عايز تدعي ربنا ادعي ربنا. فنسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا وان يجعلنا من المحافظين على الصلوات في اوقاتها باركانها وشروطها وسننها وادابها وهيئاتها، كما اساله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. وصلنا لختام حلقتنا، ما تنسوش الله يكرمكم قراءه سوره الكهف يوم الجمعه. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.
وما تنسوش تكتروا من الصلاة على سيدنا النبي، خاصة واحنا عرفنا انه من محبة سيدنا النبي كثرة ذكره، كتروا قوي من الصلاة على رسول الله، اللهم صل عليه. وما تنسوش الساعة اللي قبل غروب الشمس ساعة إجابة، كثفوا وكتروا من الدعاء لله تبارك وتعالى. ربنا ما يحرمني منكم ويبارك لي فيكم، ودايما نلتقي على خير جلسة إيمانية كل يوم جمعة. اللهم لا تحرمنا يا رب هذا الفضل وهذا الكرم والعطاء والمنة والمنحة، انه دايما في مجلس علم في يوم الجمعة واحنا في ساعة إجابة، ده شرف وكرم وفضل من ربنا. يا ربي عرفنا نعمك بدوامها، احنا يا رب عارفين ان دي نعمة وفضل منك. قل ان الفضل بيد الله، ذلك من فضل الله، وزي ما قال سيدنا سليمان هذا من فضل ربي، كل ده من فضل ربنا. والله والله انا مالي فضل اصلا، كله فضل ربنا. فبنقول له يا رب تمم لينا فضلك دايما واتم علينا نعمتك يا رب. اللهم يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ويا رب العالمين، لا تحرمنا من مجلسنا هذا، لا تحرمنا من مجلس العلم، استخدمنا ولا تستبدلنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، وحتى يحين اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الجمعة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.